الأخوة الأخوات القديسين في المسيح، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع موضوع الكهنوت. بنعمة ربنا حلقة النهاردة والمرة الجاية هتكون مليانة يعني فن جميلة، على أمل فن جميل قوي. هنشوف لما فعلا زي ما أخت يعني مباركة هي وقالتها كده بعد حلقت حاجة كده على فيسبوك، فعلا لما الروح بيغيب بتبقى الخزعبلات والشعوذة وأي أشياء تتعلق فيها عشان تثبت إيمانك صحيح، بتبقى مفتوح الباب بقى على مصراعيه لكل هذه الخزعبلات. يعني يمكن نشرحها مرة جاية بتفصيل عشان الوقت المرة دي. أحب ألخص بسرعة الحلقة اللي فاتت في 7 نقاط اللي هي بتاع ذبيحة يوم الكفارة. هي ذبيحة عن خطايا كل الشعب التي لا يقدمها إلا رئيس الكهنة بنفسه. 2، هي الذبيحة الوحيدة التي يدخل بدمها إلى قدس الأقداس، وهذا ما فعله يسوع. 3، الذبيحة الوحيدة التي كان يجب أن لا يكون إنسان في مكان العبادة نهائيا لحين الانتهاء من تقديم الكفارة. 4، حيث أن ذبيحة كفارة المسيح بقى قائمة والمسيح حي، فبالتالي فلا حاجة لذبيحة عن خطايا بعد، ولا لكاهن ولا مذبح ولا هيكل، فالمؤمنون هم الهيكل الجديد، وكما قال الرب حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. ده إنجيل متى صح 18. وأيضا قديس بطرس بيقول كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. إحنا الهيكل الجديد، مفيش حجارة تانية ميتة اللي بيقولك حجر بيصوم ويفطر وبيحل عليه روح قدس. خلصة الفيلم ده، أو دي العمى الروحي اللي بيصيب البني آدم لما ما يكونش عنده الروح القدس. حجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية، مش ذبائح دمويه ولا يقول لك ذبيحه غير ناطق، ذبيحه ايه غير دمويه ومذبح ناطق وهو اصلا حجر، مقبول عند الله بيسوع المسيح. الكلام ده موجه لمين كده؟ لكل المؤمنين. اقرا تاني، كونوا انتم ايضا مبنيين 1 كحجاره حيه، 2 بيتا روحيا، 3 كهنوتا مقدسا، ليه؟ لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله باسم يسوع، مش باسم حد تاني. بطرس الاولى 2. 5، ذبيحة المسيح بقى فصحية، احنا شفناها كانت هي كفارة زائد فصحية. ليه بقى فصحية؟ ولذلك هو المسيح عملها كده، المسيح فصحنا ذبح لأجلنا فصحية. ولذلك فكسر الخبز بقى هو احتفال بخلاص تم تماما كما قال هو على الصليب قد أكمل. ايه اللي قد أكمل؟ الفداء، قصة القصة يعني. كل ذبائح العهد القديم وكل كهنوت العهد القديم كله خلص واكتمل في ذبيحة المسيح، قد أكمل. والحجاب التأكيد على الموضوع، انشق معلنا التواجد في محضر الله أو القدوم، لأنه قدوم بثقة إلى الأقداس بدم يسوع بلا عوائق ولا وساطة. فكفارة المسيح قائمة كل حين، ورئيس الكهنة حي في السماء كل حين يشفع في المؤمنين. فلا عايزين لا كاهن ولا عايزين ذبيحة، وبالتالي لا عايزين لا مذبح ولا عايزين هيكل. الكلام ده صعب يعني، ده ألف به، شايف التسلسل اهو، والكنيسة عاشت هكذا 3 قرون على الحال ده. بعده اخر نقطة، احتفال ذبيحة الفصح زي ما شفنا من زمان لا يحتاج الى كائن ولا مذبح، ولكنه في اي مكان وفي اي زمان، فالرب وعد حيثما برضو اجتمع 2 و3 هو هناك. حلقة اليوم بقى هنكتشف بقى مهزلة مهزلة يعني. هتشوف لما البني ادم المغزى يبقى كبير كده وطويل وعريض، وبعدين يجي يدافع عن حاجة يجيب لك سبب أهبال يبين مدى هشاشة فكره أو مدى ضحالة فكره، أو ممكن بقى يبين لك إيه بقى؟ مدى احتقاره لعقلية الآخر. قال لك دول ما بيفهموش أي حاجة هنقولها لهم، لازم يقولوا أمين. فهنتفرج بقى على إيه؟ على حلقة كليب صغير ونفصصه، نتفرج على الكليب ونرجع نكمل. عشان ما يبقاش امتداد للكهنوت الهاروني، عشان يبقى فريد من نوعه، جه من سبط يهوذا سبط الملوك، عشان يأسس كهنوت من نوع جديد. هنا بقى هندخل في مفترق طرق.
هنلاقي ان في ناس تقول طب خلاص احنا لغاية كده موافقين، واذا المسيح هو الكاهن الوحيد، اذا لا لزوم لأي كاهن اخر. مع بدايات العهد الجديد نسمع عن زكريا كاهن، اذا فكرة الكهنوت ما تلغتش لغاية كده. بعدين نسمع عن يوحنا المعمدان اللي يعمد المسيح، ده بيحط ايده على المسيح، وطبعا هو تحرك في الاول لانه ممتلئ بالروح القدس وعارف ان ده المسيح، فالمسيح اصر، وهنا ده عمل كهنوتي. وعشان كده احنا في الطقس القبطي لما نبخر لأيقونة يوحنا المعمدان نقول كلمة جميلة انتوا ما تسمعوهاش، نقول له السلام للكاهن ابن الكاهن، لانه ده بالنسبة لنا اجمل صورة للكاهن اللي المسيح يعني بصله باعجاب، وما فيش حد اتمدح في العهد الجديد قد يوحنا المعمدان، لانه هو طبعا يعتبر حسب الفكر الهاروني كاهن ابن كاهن، وهو بكهنوته المسيح احترم كهنوته وقبل المعمودية منه. ربنا يسوع احترم الكهنة لدرجة انه لما شاف الابرص مرة قال له روح وري نفسك للكهنة وقدم الذبيحة. طيب شفنا بقى ايه هنا؟ محاولات صبيانية هشة هزيلة. بيقول لك ان المسيح احترم الكهنوت، فده دلالة على ان ايه؟ ان في كهنوت في العهد الجديد. يا للعار يا للعار، ودكاترة بقى وبطاركة وهيصة وهيصة. اللي بنرد عليه ده بيعتبر رد على كتاب الكهنوت اصلا بتاع معلم الاجيال، سواء اللي قالوا ده فلان ولا علان. بس انا بعتقد ان القمص داود لمعي عمل يعني كأنه كان بيقلب الكتاب الى فيديوهات او فيديو، عشان خاطر عارف الناس ما بتقراش، بيفضلوا السمع، فعشان كده هو يعني قالوا بالتفصيل يعني. طيب هنشوف بقى ايه، يعني نفصص بقى الفيديو. اول حاجة مهزلة، اول مهزلة يقول لك ايه بقى؟ حيث الدلالة قصة زكريا الكاهن موجودة في العهد الجديد تبقى دلالة على ان في كهنوت في العهد الجديد. يا للعار يا للعار، ده لو عيل في سنة ستة ابتدائي يكشفها يعني، دي مش محتاجة واحد. يا لهوي. طب انا اقول لك على حاجة بقى، المسيح له كل المجد في العهد الجديد، استشهد كذا مرتين على الاقل بسليمان الحكيم، مرة لما يعني كلنا حافظين المرتين عشان الوقت. هل هذا مبرر بقى طالما ان قصة سليمان وردت في العهد الجديد ان يبقى نقول بقى خلاص اذا زواج السراري وتعدد الزوجات اللي كان عايش فيه سليمان اوكي؟ يا للعار. بيقول لك جاب لك قصة عشان كمقدمة عن موضوع يوحنا المعمدان وولادته، فاضطر يجيب قصة ابوه سيرة ابوه يعني. طب ما في انجيل مرقس ما جابش سيرة مثلا، ابتدى على طول قال لك صوت صرخ في البرية، ابتدى من يوحنا مباشرة، ما جابش سيرة ابوه وامه ولا ان الراجل كان كاهن وازاي شاف. فاذا لو كان انجيل لوقا مش موجود وانجيل مرقس هو اللي موجود كان يبقى ما فيش كهنوت. يا للعار. بس ده بيبين اللي قلته في الاول، مدى الضلمة لما تخش يبتدي يهبش في اي تهبيش. اللي بعده عشان الوقت. طبعا ده استخفاف بعقولة الناس. وبالمناسبة بقى قصة زكريا وبشارة العذراء وميلاد المسيح موجودة في القرآن بالمرة، ها مبروك عليك، ها فاهمين عايز اقول ايه. اللي بعده قصة يوحنا المعمدان، دي بقى قصة هنستمتع بيها النهاردة وهنكمل منها بقيتها المرة الجاية عشان الوقت، وهنزود وهنحط معاها كمان حكاية الأبرص، لأنه هو قال حاجتين، اللي هو شاف الأبرص وقال له روح أري نفسك للكاهن، دي هتضرب في مقتل، بس دي الحلقة الجاية. فهنبتدي النهاردة بقى إيه نفصص موضوع يوحنا المعمدان، ماشي كده؟ يقول الكاهن، حضرة الكاهن بيقول لك نقلا طبعا عن معلم الأجيال، إن المسيح احترم كهنوت يوحنا المعمدان، يا سلام! واعتمد منه، أيوه! وهذا دليل على وجود الكهنوت في العهد الجديد. يا للعار، ايه جبتها منين دي يعني؟ طبعا استخفاف بعقول الناس ومحاولات هشة وهزيلة عشان اي حاجة يقولوها عشان يسكتوا الناس. بيقول بقى هنبتدي بقى نفصصها نمرة واحد، بيقول لك التبخير امام أيقونة يوحنا المعمدان. يا للعار، عبادة اوثان كهنة بعل موجودة في الكتاب المقدس عهد قديم وجديد، اي الحاجات دي غلط. بيقول لك ايه بقى، واحنا بنقدم بخور قدام الصوره بنقول حاجه انتوا ما تسمعوهاش. يا حبيبي انتوا البهوات، احنا مش لازم نسمع الكلام ده. هي تمثيليه، هي يعني مسرحيه هزليه، ولا اجتماع صلاه كلنا بنصلي سوا؟ دي اول نقطه يعني. وبعدين بتبخر
التبخير قدام الصور زي الحية النحاسية يا حبيب قلبي في ملوك تاني صح 18، ده عبادة أوثان. بيقول ايه بقى؟ بنقول السلام للكاهن ابن الكاهن. أيوة، هنا الحقيقة العبارة دي نصها صح ونصها كذب، ودي بس عايز انوه بسرعة كده، أسوأ كذب اللي فيه حتة صح. وعلى فكرة ده شغل الشياطين، دي حدائق من الشيطان. الشيطان كذا مرة يشهد للمسيح، أنت هو المسيح ابن الله، أنت قدوس الله، أتيت لفلكنا. كان المسيح بيعمل إيه؟ يقول له اخرس. الست اللي كانت العرافة اللي ماشية ورا بولس وبرنابة، دول بيقول لكم بطريقة الله الحي، راح قال له برضو سكتها. ليه؟ لأن لو سابها هتيجي المرة الجاية تقول كذب وناس يصدقوا. فخليك واعي يا أخويا، خليك واعي يا أختي. نخش بقى على موضوع إيه؟ هل يوحنا المعمدان كان كاهن؟ استنى بقى، بالراحة عليا، الله يخليك. الموضوع جميل ولطيف، وهنتعلم فيه حاجات إنجيل، هنتعلم فيه كتاب مقدس يعني. يعني هتبقى حلقة بترد، وبرضه بنتعلم حاجات يمكن البعض مش فينا مش عارفها قوي. نقول بقى، هو بيقول لك يوحنا المعمدان كاهن ابن كاهن. هو ابن كاهن اه، لكن هل هو كاهن؟ الحقيقة لا. هو صح اتولد من كاهن، وبالتالي يعتبر المفروض يبقى كاهن. ادي لك اول مثال، واحد ملك وخلف ولد، المفروض الولد فعلا هيبقى ملك، بس في كذا حاجه لازم تحصل الاول. مثلا لازم يكبر، يعني يوصل سن ان هو ينفع يبقى ملك في عصرنا الحاضر على الاقل. نمره 2، لازم ابوه يموت، يا اما مثلا يتنازل عن العرش، صح كده؟ نمرة 3 بقى، لازم يعملوا له حفلة التتويج الرسمية، صح كده؟ طب هل كان بيعملوا حاجة زي كده للكهنة في العهد القديم؟ أنا اللي ضربته ده مثل. أيوه يا حبيبي، لازم، كان في قصة طويلة بتتعمل. قصة طويلة بتتعمل. نبتدي بقى حتة درس كتاب صغيرة. نسأل الأول، هل كل نسل هارون مارسوا كهنوتا؟ لا. ليه بقى؟ هل كل ابن كاهن صار كاهنا ومارس كهنوتا؟ لا. ليه بقى؟ تعالى بقى نبص في سفر اللويين اصحاح 21، طلع ان في 12 عاهة لو موجودة في الشخص فيعتبر يعني ياكل من نصيب الكهنة، اللي هو في اوقات يقول لك دي من نصيب الكهنة، ولكنه لا يمارس كهنوتا اطلاقا. نقراها بسرعة. لوين 12، وكلم الرب موسى قائلا، كلم هارون قائلا، إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب، أيوة، فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، إذا لن يمارس كهنوتا. لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد ولا أحدب ولا أكشم ولا من في عينيه بياض ولا أجرب ولا أكلف ولا مردود الخصي. خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل. الحاجات اللي من نصيب الكهنة يأكلوها في الخيمة أو في مكان العبادة يأكل معهم، أيوة، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا لألا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فمش كل واحد اتولد يبقى بالضرورة هيبقى كاهن، دي نمرة واحد تعرفش كده. فدي فلازم البني ادم ده بيعملوا كشف هيئه، فحص. نمره 2، ده كان هو طبعا بيبتدي الخدمه وعنده 30 سنه، بياخدوه من سن 25 سنه، دي تقليد مش موجوده في الكتاب، يقعدوا يمرنوه على الحاجات دي، على ازاي يقدم الذبيحه والقصه دي كلها، وخلال الفتره دي لو كسرت ايده يبقى بره، سقط في كشف الهيئه، ماشي كده، او اصابه حاجه من الحاجات دي. اذا مش كل ابن كاهن بالضروره هيبقى كاهن، ممكن كاهن مع قف التنفيذ بس مش هيقدم ذبيحه، يعني اكراما ان هو من سلاله كهنوتيه بيقولوا له تاكل مع الايه من نصيب الكهنه، لكنه لا يقترب الى المذبح ولا اي نهائي، يبقى ده ما بقاش كاهن، ما بيمارسش كهنوت. طيب ايه اللي حصل بقى مع يوحنا المعمدان؟ تعال نتفرج. طبعا تقول لي هم عملوا له كشف هيئه؟ لا انا ما اعرفش، بس هم اكيد ما عملولوش. ليه بقى؟ هنكتشف دلوقتي ان هو بقى ايه؟ الرب افرزه لنفسه في مهمة تانية خالص. فهنشوف بقى. نمرة 1، او يعني سميها زي ما تسميها، افرزه نبي. جبناها من الحتة دي،
وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. ما قالش ولا تكهن له أو لتكون له مثلا رئيس الكهنة. النقطة اللي بعدها شهادة الرب يسوع عنه، لكن ماذا خرجتم لتنظروا نبيا؟ نعم أقول لكم وإيه؟ وأعظم من نبي. النقطة اللي بعدها يوحنا المعمدان بقى الحقيقة كان في عداوة مع رؤساء الكهنة. نقرأ الحتة اللي جاية الجميلة دي، دي موجودة في متى 21. ولما جاء يسوع إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع قال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع إيه؟ مثل نبي. أنا عايز أخلص من الحتة دي بحاجتين. نمرة واحد، إن يوحنا برضو في نظر الناس نبي. نمرة اتنين بقى، ما كانش له علاقة بالكهنة. أهو لما جاء تقدم إليه رؤساء الكهنة، طلع أن رؤساء الكهنة مش مؤمنين بإرسالية يوحنا. إذن يوحنا ما كانش ضمن زمرة الكهنة، هو صاحب ابن كاهن ولكنه لم يمارس كهنوتا، لم يرسم كاهنا بكل تأكيد. والرب بقى كان شايله شغلانة تانية هنشوفها على طول دلوقتي. باين لغاية دلوقتي الحكاية؟ إذن ابن كاهن آه، بس ابن كاهن ده لازم إيه؟ يتفحص. تقول اتفحصوه؟ معرفش، بس طبعا لم يفحص هل إذا كان في عيب ولا لا. نمرة اتنين، هل رسم بكل تأكيد؟ لا، لأن حتى ما كانش منهم. بقى إيه اللي أكد تاني بقى أنه هو ما حضرش التدريب؟ يوحنا أخذ إرسالية خاصة من الله بنفسه، فمكتوب عن يوحنا بقى إيه؟ بيقول وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. طب ظهر لإسرائيل إمتى؟ كان عنده 30 سنة. الله، يعني ده ما راحش حضر التدريب بقى، صح كده؟ ما راحش حضر التدريب. ما هو لو كان حضر التدريب كان ظهر قبل كده وهو عنده 25 سنة وكان معاهم فحصوه، هنفترض نافع، لازم يقعد يمرنوه حلو، وبعد كده لازم يرسموه كاهن في طقس للرسامة، يحط له زيت مسحة على راسه وعلى عند شحمة الأذن كده، يعني في أجزاء معينة في جسمه يعني لها معاني روحية يعني. ما نلاقيش ده كله لأنه هو كان أصلا في البراري. ليه بقى؟ لأن كان الرب فارزه لشغلانة تانية. إيه اللي بقى الشغلانة التانية؟ إن قال إيه بقى؟ الذي أرسلني لأعمد. الله، إيه ده؟ معنى كده لما كان في البراري حصل له رؤية شافها، وحصل إيه بقى؟ وربنا كلفه برسالة وقال له إيه؟ اجري روح عمد. وحكاية اجري روح عمد دي تأكد حاجة بقى، ان المعمودية مش طقس كهنوت في العهد القديم. هو برضو من ضمن الخباسة ان يقولك اه ما هو ده علشان الناس في ذهنها ان اللي بيعمد كاهن، فيقولك ما دام المسيح اتعمد على ايدي يوحنا يبقى يوحنا كاهن. لا، انت عهد الكلام ده عهد قديم، عهد قديم الكاهن لا يعمد، ما فيش في العهد القديم من مهام الكاهن ان يعمد، ولو كان من مهام الكاهن يعمد ما كانش ربنا بعت يوحنا المعمدان بصفه خاصه يعمد. وبعدين ده يوحنا كان بيعمد الكتب والفريسيين، مكتوب كده عنه. اذا نخلص من الحته دي ان يوحنا ده اللي انا عايز اوصله في الاخر، يعني يوحنا المعمدان ايوه ابن كاهن ولكنه لم يرسم كاهنا، لم يتم فحصه كاهنا، لم يمارس كهنوتا، الرب عزله في البريه لغايه لما بقى 30 سنه، وبعدين برؤيه قال له روح عمد وساعتها هتعرف، ويدوب خدمته كانت 6 شهور وبعد كده اتسجن، وكلنا عارفين ايه بقيت القصه. وشفنا ان هو كان في عداوه مع الجماعه مع رؤساء الكهنه. بالمناسبه بقى، حتى رسل المسيح ال 12 اثناء تواجد المسيح قبل الصليب وقبل القيامه وقبل النفخه اللي بيقولوا ده كهنوت كانوا بيعمدوا. ده يؤكد ايه برضو؟ ان التعميد ما كانش شغلانه كهنه، صح كده؟ اقولها تاني، الرسل نفسهم ال 12 كانوا بيعمدوا، موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 4، كانوا بيعمدوا ازاي؟ طبعا مش المعموديه المسيحيه، هم اصلا ما كانوش لسه تعمدوا بالروح القدس، ولا المسيح اصلا عمدهم بالميه من اساسه يعني.
امال يبقى ايه اللي كانوا بيعملوا ده؟ كان اؤكد لكم كان بيعمدوا، كان زمان في نوع عند اليهود لغايه النهارده موجود، انك انت بتتعمد على اسم معلم، يعني معناه انك انت بتتبعه. زي لما نقرا حاجه زي كده في اعمال 12، ان كان في ناس متعمدين، وكان يوحنا بقى مات من زمان. وبعدين قابلوا بطرس، بولس قابلهم قال طب بماذا اعتمدتم؟ قالوا له بمعموديه يوحنا. كان في ناس لسه بتتعمد على اسم يوحنا، وسمعت بس ما لحقتش اعمل عليها بحث ان في ناس لغايه النهارده تبع يوحنا المعمدان بس ويعتمدوا على اسمه. انا عايز اوصل ان المعموديه كانت بتبقى على اسم معلم، فاكيد التلاميذ كانوا بيعمدوا الناس اللي بيبقوا تلاميذ للمسيح ساعتها او من اتباع المسيح. مش لازم تلاميذ يعني رسل، ولكن يعني اللي بقوا اللي امنوا بالمسيح. ما هو ساعه من المسيح مات وقام، نقرا ان تقريبا في حوالي 600 وشويه كانوا امنوا بالمسيح، اللي هو ال 500 اللي ظهر لهم مره، زائد ساعة الحلول الروح القدس قال لك كان في 120 اسم. فأكيد دول لما يعني اقتنعوا برسالة المسيح، التلاميذ ال 12 عمدوهم على اعتبار أنهم تلاميذ للرب يسوع في ذلك الوقت، مش معمودية المسيحية اللي هي احنا عارفينها دلوقتي. يعني هنيجي بقى على حتة دي، نقطة جميلة هي الحقيقة، يعني موجودة في مش في الكنيسة القبطية، لكن على فكرة صدقوني لو حبوا يعني يتخذونها، بس هي في كنيسة، الكنيسة الأشورية، وكان جاني التعليق أو سؤال عليها. يعني الكنيسة الأشورية بتقول لك بحاجة غريبة. هم الإخوة يعني بتوع منطقة الشام، يعني خيالهم أوسع بكتير قوي من المنطقة بتاعتنا في مصر. يعني أسر الكلام بيقول لك إن يوحنا المعمدان لما عمد المسيح سلموا الكهنوت. دي بقى بصراحة يعني صدقوني لو أي واحد من جماعة اللقباط الأرثوذكس قال كده هيهللوا ويسقفوا برضو من غير تفكير. لكن الحقيقة الموضوع ده يعني ده موضوع فاشل برضو أي عيل سنة ستة دي. فهل فعلا هو سلم عيب؟ أنا مكسوف أقول الكلمة، يعني ينفع أن يوحنا المعمدان يرسم المسيح؟ مش كاهن، رئيس كهنة، المسيح رئيس كهنة، ماشي كده؟ قال بيقول لك رسمه كاهن ساعتها بأمارة إيه؟ اما نشوف دلوقتي المسيح ليه تعمد، هنعرف ان ما كانش عشان الكهنوت، هنشوفها دلوقتي. لكن هقول لك على حكاية الكهنوت. نمرة واحد، يوحنا اصلا لم تتم رسمته كاهنا من از ستارت يعني. نمرة اتنين، التعميد ما كانش شغلانة كهنة. نمرة تلاتة، ازاي كاهن يرسم رئيس كهنة لو افترضت ان هو كاهن؟ خد بقى اللي جاية دي، ازاي كاهن هاروني؟ ما هو لو قلنا جدلا ان يوحنا المعمدان كاهن، فهو على طقس مين؟ على طقس هارون. فازاي واحد كاهن على طقس هارون يرسم رئيس كهنة على طقس ملك صادق اللي هو اعظم من هارون؟ اقولها تاني الحتة دي ضربة في مقتل، مش كده؟ ازاي كاهن لو افترضت ان هو كاهن، ازاي كاهن على طقس هارون يرسم، يعني هو اللي يحط ايده ويرسم ايه؟ رئيس كهنة. افترض كاهن برضه، بلاش رئيس كهنة، هنفترض ان هو كاهن بيرسم كاهن. ازاي كاهن من درجة اقل يرسم كاهن في كهنوت ارقى؟ جبت منين كهنوت ارقى ديت؟ موجودة على كده في عبرانيين 7:7، وبدون كل مشاجرة الاصغر يبارك من الاكبر. ساعتها بولس قال الحتة دي على لما قال ان ملك صادق بارك ابراهيم اللي كان هارون في صلبه، وقالوا عشان ياكد ان ملك صادق اعلى من هارون، فقال ايه؟ فقال ان مباركه ملك صادق لهارون او لابراهيم تؤكد ان ارتفاع او ارتقاء او عظمه كهنوت ملك صادق عن كهنوت هارون. فازاي يوحنا المعمدان الذي هو لو كان كاهنا يبقى على طقس ملك هارون يرسم كاهن على طقس اعلى منه؟ وبعدين الحقيقة دي بقى فيها ضربة برضو قاسية للكتاب المقدس نفسه، لأن اللي حدد أن المسيح كاهن على طقس ملك صادق زي ما قلنا قبل كده الرب بنفسه بقسم، مش يوحنا المعمدان. نقولها تاني، أقسم الرب ولن يندم. يعني ممكن نقول الله الأب هو اللي رسم، هو اللي حدد وبقسم أن المسيح رئيس كهنة على رتبة، أو كاهن على رتبة إيه؟ ملك صادق. يبقى انت ازاي جاده؟ يعني انت عايز تلغي النبوة يعني ولا ايه؟ المسيح تسلم كهنوته
بقسم من الرب مش من ايد يوحنا المعمدان ولا ايد رئيس الكهنه ولا كل رؤساء الكهنه ينفعوا في الحته دي. ماشي كده. اخر حاجه عشان بقى نستفيد كلنا يعني. طب فلماذا بقى اعتمد المسيح من يوحنا المعمدان؟ عشان حاجتين موجودين في الانجيل مش فتاوي. نمره هخليهم ثلاثه. نمره واحد مش علشان يرسموا كاهن. بيقول لك ايه بقى يوحنا المعمدان نفسه بيقول ايه؟ انا عشان اعرفه. هو ما كانش هيعرفه. بيقول انا لم اكن اعرفه. في انجيل يوحنا صح واحد بيقول عن المسيح لما جه يشهد عنه قال انا اصلا ما كنتش اعرفه وانا لم اكن اعرفه، لكن الذي ارسلني لاعمد. من بقى اللي ارسله ده؟ كان في البراري. دي طبعا رؤيه من الرب. قال له بقى ايه؟ قال لي الذي ترى الروح نازلا ايوه ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. اذا يوحنا المسيح كان لازم يتعمد من يوحنا علشان يوحنا يتعرف عليه. وبعدين فاكرين في الاصحاح اللي بعده مره شاف بقى المسيح ماشي كده وقال لهم ها وذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم كله. اول واحد شهد للرب يسوع او تعرف عليه وعرف ان هو ده الحمل كان يوحنا المعمدان. ازاي؟ لما الرب اداله علامه اللي تعمده وتلاقي الروح القدس نزل عليه هو ده. فكده عرف. طيب ايه بقى النقطة التانية؟ المسيح اعتمد من يوحنا المعمدان علشان يأكد ان ارسالية يوحنا المعمدان من السماء مش من الارض. فاكرين القصة اللي احنا لسه قريناها؟ ما هو الناس احتار يوحنا المعمدان من الله ولا مش من الله؟ الناس بتقول شكله نبي وما اعرفش ايه كده يعني. طب والناس تايهة. فكنا حتى لسه قرينها. ولما جاء يسوع إلى الهيكل قد تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فسألهم. مش أنتوا بقى اللي عارفين الشريعة والنبوات؟ المفروض أن تفهموا أن دوت الملاك اللي جاي قدامي. فقال لهم أنا أسألكم بقى سؤال، معمودية يوحنا من الناس كانت أم من الله؟ طبعا عارفين بقى القصه بتاعتهم، لو قلنا معرفش ايه يطلع ايه، لو ما قلناش ايه يطلع ايه. فقال لهم بقى انا كمان مش هجاوبكم طالما انتم ما انتوش عارفين الف ب في الكتاب. اذا المسيح اتعمد علشان سببين. السبب الاولاني ان المعمدان يتعرف عليه ويعلنه، يعرف الناس عليه، ومن ساعتها ابتدى حتى تلاميذ من تلاميذ يوحنا المعمدان يروحوا ويمشوا ورا السيد المسيح الرب يسوع. الحاجة التانية اتعمد علشان يأكد ايه؟ ان ارسالية يوحنا المعمدان منين بقى؟ من السماء. لو ما كانش اتعمد كان برضو يفضل الموضوع كعلامة استفهام. ماشي كده؟ فعشان كده الرب يسوع اتعمد لكي يعطي ويؤكد مصداقية ارسالية يوحنا المعمدان، عشان لما يقول اعظم نبي لما يقول هو دوت الملاك اللي جاي يعني الطريق يبقى صح كده. وعشان قبل كده ان يوحنا المعمدان يعرف ويعلن، وابتدى تلاميذ يوحنا المعمدان نفسهم يبتدوا يمشوا ورا الرب يسوع المسيح. سهله وجميله كده. اتمنى تكون الحلقه كانت جميله بنعمه الرب. المره الجايه هنكمل بقى ايه حكايه لما قال للابرص اذهب واري نفسك للكاهن، قال لي تؤكد احترام الكهنوت، وبالتالي طالما في احترام كهنوت يبقى في كهنوت. حاجه بصراحه خايبه ومش راكبه على بعضها ومش لوجيك على الاطلاق. لو حبينا نلخص الحلقه دي بسرعه، المعمدان ايوه ابن كاهن ولكنه لم يكن كاهنا، لم يمارس كهنوتا. الرب افرزه نبيا له، ملاكا يهيئ الطريق امامه، اداله ارساليه مختلفه خالص ان هو يعرف الناس على المسيح، بان قال له اللي هتروح هتعمد واللي هتشوف الروح مستقر عليه هو ده اللي يعمد بالروح القدس والنار، وهو اول واحد يعلن هاوذا حمل الله. وراحت ماشيه الحكايه كده، والمسيح اكد ان هذه الارساليه من الله. فيوحنا المعمدان لا ينفع يبقى كاهن ولا مارس كهنوتا ولا هو اصلا كان كاهن، زائد ما ينفعش كاهن يرسم رئيس كهنه، زائد ما ينفعش كاهن على رتبه هارون يرسم كاهن او رئيس كهنه من كهنوت اعظم وارقى من كهنوت الهاروني. نشكركم على المتابعه بنعمه الرب، انتقلنا رب مجيء ونتقابل في الحلقه الجايه، والسلام الرب يكون معكم.